يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معنا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. ما زلنا مع نتائج الثانوية العامة اللي خلاص ظهرت، وأصحاب المرحلة الأولى بدأوا خلاص بالفعل يختاروا كلياتهم من خلال التنسيق، لكن في الوقت نفسه في قطاع مش قليل من ولادنا ما توفقوش السنة دي في النتائج. طيب النسبة السنة دي زي ما الوزارة بتقول ان 26% ما كانش ليهم نصيب في النجاح. في دور تاني طبعا وربنا يوفقهم ويعدوا منه، يعني في نسبة من دول مش هتبقى موجودة لان هيعدوا بإذن الله من الدور التاني. لكن الفقرة دي او يعني اول حاجة بنبدأ بيها النهاردة مع حضراتكم، نتعامل ازاي كأولياء امور كأباء وامهات مع اولادنا اللي في الظروف دي. اوعوا تفتكروا ان الموضوع بيبقى سهل عليهم، او تفتكروا ان كل دول يعني اثروا في انهم يذاكروا كويس او يعملوا كل اللي يقدروا عليه، لكن ما توفقوش بسبب او باخر. وبنشوف مقارنات بقى بابناء قرايبنا جيراننا، شوف ده جاب كام، ده نجح وانت لا، وده في الوقت اللي المفروض يستعد فيه للدور الثاني، يعني النسبه اللي احنا قلنا عليها اللي هتدخل امتحانات الدور الثاني. احنا بقى بنكسر مقاديفهم، عشان كده النهارده في فقرتنا الاولى هنقول لحضراتكم عن الطريقه السليمه ازاي نتعامل مع اولادنا في الفتره الصعبه دي، سواء هيدخلوا الدور الثاني او هيعيدوا السنه من جديد. النهارده منورنا دكتور طارق الياس خبير التنميه البشريه اللي هيقول لنا نتعامل ازاي في الموقف اللي مش سعيد ده. برحب بحضرتك. أهلا معنا بيك يا استاذ الدين، ازاي صحتك؟ الحمد لله. دكتور طارق، انا يعني انتهى وقت اللوم، او المرحله اللي احنا فيها دي سواء هيدخلوا ولادنا الدور الثاني وممكن ينجحوا ويدخلوا كليات في المراحل اللي جايه، وفي اللي هيعيد السنه. الصورة قاتمة، أنا مش عايزاها تبقى قاتمة. أيوة. قولي نتعامل إزاي؟ عادة أي محاولة في الدنيا هي ليها شكلين، الشكل الأول هو النجاح فيها. صحيح. نتيجة إن كان في حالة من الاستعداد الشخصي والقبول لعملية التعلم، لأن القبول ده مش متساوي مع كل الناس. صح. أدي واحد. ولا القدرة. ما هي هي قدرته على ذلك. اتنين بقى، وهي دي الأهم، اللي ما توفقش هو ما فشلش، لانه هو ما انسحبش من الامتحان، هو دخل وامتحن. فده هنسميه النجاح المؤجل. ونجاح مؤجل قد يكون لعام، قد يكون لفتره الكام شهر بتوع الدور الثاني. صحيح. في الاول وفي الاخر هي كانت محاوله. طيب نعمل ايه في ده؟ اللي نجح ده مش نهايه الدنيا، لانه لسه قدامه جامعه. طبعا. وانا دايما بنبه سنين من الدراسه. انا بقى بنبه لحاجه، أنه كثيرا جدا اللي بيجيبوا مجاميع حلوة جدا في الثانوية العامة يجدوا بعض المشقة في الجامعة وبيتعبوا فيها. ده معناه إيه؟ ده أنت قدامك حكاية، والحكاية دي محتاجة تشتغل على نفسك وتختار الكلية اللي تتناسب وقدراتك واستعدادك. صح. مش بس مجموعك، يعني أنا نفسي جميع الناس يفهموا يعني هذا الموضوع. الحكاية مش حكاية كليات قمة أو هجيب مجموع كلية إيه، لا أبداً. مش هي دي الكيس. ومش هينفع، لأنه أنا ممكن أدخل إلى كليات أقل شوية من مجموعي، بس أنا حابب ده. أيوة طبعاً، وهتفضل متفوق. ده كمان هبقى ممكن أدخل الستاف بتاع الجامعة، وكمان هبقى مدرس فيها، ده أنا كده بقى لي مستقبل يعني جاي. ما نستخسرش حتى المجموع. أيوة، لأنه هو للأسف هي دي الحكاية. وبعدين أحياناً معلش بيبقى في مهندس عايز ابنه مهندس، وفي دكتور عايز ابنه دكتور، وده من حق كل حد في الدنيا. بالظبط. بس شوف استعداد ابنك. يهمنا قوي يبقى في طبيب ناجح، يهمنا قوي يبقى مهندس عظيم، لكن مش مجرد لقب. صح. فدي كمان لازم نفكر فيها. ده حقيقي. طب ما جابش مجموع، ما توفقش. ما هو في الاول وفي الاخر دي قدره واستعداد لازم نهيئه عشان يطلع من عنق الزجاجه وينتهي منها. نقوم ايه؟ لا نبكي على اللبن المسكوب بقى، وخلاص الموضوع اللي حصل ما هو حصل. طب نعمل ايه بقى؟ نشوف. كلامنا مش هيغير ولا هيعمل حاجه. احساسنا النيجاتيف او السلبي ومعاملتنا السيئه لاولادنا مش هتاثر ابدا في النتيجه. ده حاله من حالات الجلد، بس مش للذات. احنا بنجلد اللي غلط. لكن اللي اخطا في ده ما كانش متعمد. يعني اللي كان داخل كان نفسه ينجح، كان عاوز يعمل ده، لكن هو صدفه شيء من الصعوبه، والصعوبه موجوده في كل حته في الدنيا. صحيح. ده ممكن حد يدخل يعمل اكله في المطبخ فبتبوظ منه كتير. معنى كده ان مش هناكل عيال
عيالنا لا تاني، مش ولا هنطبخ تاني ولا حاجه. هنطبخ تاني هنطبخ تاني، بس هنحط في مخنا احنا غلطنا في ايه في المره الاولانيه. هو ده الكلام. طب انا بقى هغلط ليه تاني لو ده حصل؟ لما انا هفضل اعاتب اللي هو اخطا في هو احساسه بقى. طب ما انا هعمل الصح ليه اذا كنت انا عمال انجلد من اول ما بدات الايه الحكايه تظهر؟ مجرد الاحساس بان المجتمع الصغنطه اللي حواليا هو زعلان مني ويعاتبني كل يوم، انا لن اجد اي وسيله ان انا احسن من نفسي. بالعكس، ده انا هبتدي اقفل على نفسي اكتر، هفضل جوه الحفره وبالظبط مش عارف اطلع منها. صح. وبخاصه حضرتك اشرتي الى حاجه مهمه، المقارنه. انا اكتر حاجه تقتل البني ادم ان انا اقارنه باي حد، اقول له ابن عمك، اصل ابن خالك عمل كذا، اصل الناس اللي ساكنين جنبنا. طب وده هيفيدنا بايه؟ ما اللي نجح ربنا يوفقه، واللي جاب المجموع يا اهلا وسهلا. قد يكون المجموع اللي انا جبته مش كبير، قد يؤهلني الى كليه انا هنجح فيها وهعمل فيها حاجه يعني هتبقى كويسه. عشان كده بلاش بقى حته ايه احنا ما عملناش، لا احنا عملنا وتعبنا مش من سنه ثالثه ثانوي، ما تمسحوش مجهودهم اللي فات بقى استيكه وكانه ما اتعملش اصلا. ده ما كانوش بيناموا، ده طول النهار بياخد مش عارف درس فين، وبيروح المدرسه عشان يعمل ايه، ويقعد يذاكر الليل والنهار حتى لو اهمل شويه. هم صغيرين في السن، هم مش كبار. ايوه، الثانويه العامه دي بتيجي في سن مراهقه غلس غلاسه، بيبقوا عايزين يخرجوا ويتفسحوا ويكتشفوا الحياه حواليهم، وفي نفس الوقت مجبرين على تحدي كبير جدا جدا متوقف عليه مستقبلهم، وعاوزين يلعبوا كمان. وده جزء كمان من تكوين البني ادم الطبيعي. صحيح. وهو يعني اللي هم جابوا المجاميع العاليه هم ما كانوش مراهقين، لا كانوا. بس هي القدره اللي بتفرق، هو استعدادك دايما انك تعملي الشيء الصح. انا نفسي في حاجه مهمه جدا، ان لما هنكمل مش هنكمل بنفس المقياس الاولاني بقى. المقياس الاولاني كان ايه؟ امتحان وصعب ولازم نواجه، فكانت الدنيا فيها ضغوط. مش هينفع الضغوط دي تتعاد مره تانية في الفرصه التانية. نقوم نعمل ايه بقى؟ مش هيستحمل بشويش، ونبتدي نعرف هنعمل ايه. نشوف بس احنا وقعنا في ايه، ايه اللي قلل لنا الدرجات. هي عايزه تحليل. هي عايزه ان انا اجيب درجات الولد واشوف هو كان ايه كويس فيه، ده هيبقى رقم اتنين. رقم واحد اللي وقع بيه مننا، ده اللي هنركز عليه وده اللي هنشتغل عليه. في طريقتين، يا اما تجلد ابنك او بنتك اللي سقطوا السنه دي، يا اما تستوعب ده علشان يقدروا يخوضوا التجربه مره تانية. مظبوط. فانت كاب او انت كام، انت اللي في ايدك بقى المره دي كوره في ملعبك او في ملعب الاب. صح يا دكتور؟ جدا. بس خدي بالك من حاجه، اللي ما توفقش هو حزين من جواه. ايوه. ومحدش فينا يفتكر ان هو مبسوط كده، لا طبعا. وهنلاقي في ناس زعلانه بجد. فما ينفعش ان انا افاقم الزعل، وما ينفعش اضغط قوي عشان الولد ده او البنت دي ما تكتئبش. وبالتالي انا لازم اخرجها من الموضوع باسرع وقت ممكن. وعايز اقول لك على حاجه مهمه، احيانا العتاب يؤدي الى نتيجه عكسيه. انا اعاتب على موقف بس انا ما كنتش املك مفاتيحه كلها. ابتدي انا احس ان انا أجرمت في حق نفسي. صحيح. إحساس قاتل، علشان كده لا داعي منه خالص. لكن أقدر ألعبها بشكل تاني بقى، إن يبقى فيه جدية، إن إحنا نتفاهم إن الأمر اللي جاي ده مهم، أنت محطوط قدام مهمة، حاول تكرس لها كل تفكيرك وكل وقتك. الأب دايما الناجح في حياته وهو بيربي أولاده دايما بيقول لهم جملة مهمة قوي، أنتوا عملتوا اللي عليكم يا أولاد. أيوه. بس اللي جاي أهم. مش معنى انك عملت اللي عليك انك تهمل في اللي جاي. لا خالص، ده انت هتشد حيلك. بالزبط. وانا عارف انك هتنجح. بصي كلمه انا عارف انك هتنجح، أيوة، دي كلمه السحريه. بتدي بوست، بتدي دفعه. أيوة، مش طبيعيه للي قدامنا. عندك حق. انما لو انا جيت قلت له ايه بقى، ايه على الله تفلح، لا ده على الله ربنا بس يسهل لك. على يعني فكره ده استدعاء للفشل. ما هو في ابهات وامهات يستدعوا الفشل بكل طريقه، وهم فاكرين ان هم بينقرزوهم عشان يعملوا الاحسن. أيوة. فإحنا النهاردة بنقول لهم إن ده من الأساليب الخاطئة. طيب هناخد فاصل، لما نرجع بقى إيه اللي مطلوب مننا؟ يعني خلاص النتيجة ظهرت وما حصلش توفيق. في أبهات وأمهات بقى ذاكر دلوقتي حالا عشان السنة الجاية. مفيش مدة الراحة. هناخد فاصل ونرجع تاني بعد الفاصل مع دكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية، يرسم لنا خريطة الطريق للتجربة التانية إن شاء الله بعد الفاصل.
لسه معانا في ست الستات دكتور طارق الياس خبير التنميه البشريه، بنتكلم على التجربه الثانيه ان شاء الله او اللي جايه في الثانويه العامه لاولادنا اللي ما وفقوش او ما توفقوش. فدكتور طارق اتفضل. الخطوه الاولى اجازه. ان اللي ما توفقش ما يبداش على طول. صح. ياخد اجازه، ريح، خد يعني خد نفس. انت مشيت سكه طويله قوي. لاعب كره القدم لما بيخلص مباراه 90 دقيقه مش 9 شهور بيدوله اجازه سلبيه من التمرينات يوم. صح. علشان بس يفك عضلاته. مزبوط. انت بقى هتفك لك اسبوع 10 ايام. والاب ياخده في مكان ويسافروا لهم في حته. واوعى تقول له ليك نفس يا ابني تتفسح، ليك يا نفس يا ابني، ده بيزود المعضله. الجمله دي بتحبط طبعا. شوفي بقى لما يجي الاب يقول له ايه، انت عملت يا ابني اللي عليك، انت عندك اجازه، تعالى نغير جو، تعالى ننطلق. وحاول وهو في الاجازه هيجي يشتكي لك، او هي هتقعد تعيط شويه وتقول انا ليه ما عملتش ده. استوعب، ما تقعدش تخليها تزعل، ما تخليهوش يزعل اكتر من اللازم. هتقول لي ايه بقى، في بعض الناس يقول لك ايه، مش هيحسوا بغلطتهم. هم دول بيحسوا، هم دول بيعملوا، بيحسوا، بس لكل ما هتضغط الاحساس مش هيبقى احساس. صح. هيبقى تبلد. ولو الاولاد يتبلدوا مهما عملت مش هيجيبوا نتيجه. مظبوط. طب هو انا ممكن اقعد واعمل نفسي بذاكر وانا ما بذاكرش، وانا قاعد على الفيسبوك مثلا، ولا انا قاعد على السوشيال ميديا؟ ده مصيبه. هتلاقي ناس بتحتفل. حبيبي ما تعملش كده، ما تبصش على اللي بيحتفلوا، ولا تشتكي، ولا تقول اصل انا ما جبتش رغم التعب. هتلاقي ناس محبطه اكتر. اقفل الايه الملف الموضوع ده، ده خالص اقفله خالص، ما تتكلمش فيه خالص. لكن ابتدي بقى ايه، قرب نفسك من ربنا كمان. انا بطلب منك انك انت تصلي كتير وتقول يا رب يعني ايه خليك بإيدي. معايا. ودي افضل وسيله انك تقف على رجلك مره تانيه. والاب والام لازم يعملوا كده. صحيح. اما بقى النقطه الاهم من كده، انك مش كل حاجه يا عزيز الاب ويا عزيزه الام. كل ما تيجي تعملي حاجه يمكن يتمر، يمكن ينفع، يا ساتر يا رب. لا. وتبقى مش عايزين. ليه بقى؟ لان حتى وانت ايه، في اب قال لك انا موافق يا دكتور، خد ابنه عشان يفسحه. وطول السكه بينقرز فيه. يبقى ايه لازمته حضرتك؟ والله كان قاعد في البيت احسن. ما يبقى احسن. ده كان يبقى عايز ينط من الشباك بتاع العربيه. الافضل انك انت ما تلعبش لعبه مزدوجه. يعني ايه؟ انت اديله الاحساس بانك مداعم. الشخصية المداعمة تأتي من داخله مش من خارجه. الأب اللي بيدعي أنه مداعم تبص تلاقيه أعصابه تفلت في أي لحظة. أول ما يلاقي الولد بيلعب أو بيضحك مع حد يدخل يقتحم عليه الأوضة. هو أنت بتضحك؟ هو أنت عندك نفس؟ يعني برضه مفيش فايدة. يعني بس في حاجة بقى عشان نبقى واقعيين. من حق أي أب وأم يزعلوا، ومن حقهم يبقوا من جواهم مخنوقين. بس خدوا بالكم، أنتوا عندكم مهمة، وطالما في مهمة قادمة حاولوا تفصلوا نفسكم عن المشاعر دي بأي شكل. هتقولوا لي صعب، هو صعب، بس إحساس الصعوبة دي قد يكون في اليوم الأول واليوم الثاني. تعالوا بقى في اليوم الثالث وهدوا. إذا هديتم من جواكم هتقدروا تدعموا، لكن انت طول ما انت شادد حيلك كده معاه وعايز تحاول انك تعاقبه، انت ما بتعاقبوش كده، انت بتعاقب نفسك. صحيح. لأنه هيعود يعمل نفس الحكاية مرة تانية. أستاذة دينا، المذاكرة في حد ذاتها مهمة، ولكنها بتفرق من واحد لواحد. في واحد بيستوعب في اللحظة اللي بيقرا فيها، في واحد ما بيقدرش. صح. هل تعلمي؟ واحنا كلنا زي بعض، ربنا ما خلقناش كلنا زي بعض. ما فيش حاجة اسمها ذكاء وغباء على مستوى الفهم. صح. الذكاء والغباء على استدعاء المعلومات. ان انا في واحد يقول لك ايه، انا ذاكرت وحفظت، اول ما يدخل الامتحان يستدعي المعلومة. في واحد بقى ايه، اقل ذكاء، يستدعيها ببطء. في ناس مش فاهمه ده، في ناس يقول لك ده ذكي جدا بيفهم على طول. لا، هما الاثنين فهموا، بس واحد بيستدعي على طول في الذاكره، واحد نسبه التركيز عنده اقل. وما دام دي لعبه لها علاقه بالجينات، طب وانت عرفت ان جينات ابنك شكلها ايه؟ هو انت حللتها؟ لا. لا، لكن هو عايز النتيجه الاعلى على طول، وده هو طموح ومشروع تماما. بس من فضلك عالج الموقف. عزيز الاب ولا يهمك، واجمد ابنك هينجح. بس انت دعمه وقف في ظهره. الاحتواء بقى، الولد او البنت زعلانين. طبعا. عايز ارجع للنقطه دي تاني. اتفضلي يا فندم. في اب او ام يعني يبقوا مبسوطين جدا، سيبيه يزعل، سيبيه يكتئب. هو الحقيقه دي عثره في سنه واحده من حياته. يعني هل ممكن السنه دي
الأب أو الأم بتصرفات غلط يدمروا الباقي؟ إيه أهمية الوقفة مع بعض لحظة الفشل؟ بتهيألي أهم من النجاح بكتير. دي جميلة قوي حضرتك. معنى أننا نقف مع بعض في لحظات النجاح المؤجل. بعد أنا وحضرتك ما اتفقنا هنلغي كلمة الفشل وهنقول أن ده نجاح مؤجل. أوكي. وفي كل مرة جبنا نتيجة لكن احنا ما انسحبناش، احنا بنحاول. صح. لما يجي بقى هو حضرتك قدام النجاح المؤجل ده، يا اما يكون سبب ان ابنه ينجح، يا اما تتعادل مأساة تاني. طيب ادي واحد. اتنين، هل حد فكر ان الولد ده دخل علمي مثلا ما دخلش ادبي ليه؟ لان مثلا الاب قال له انت عايزك تبقى طبيب، انا عايزك تبقى مهندس، فدخله حاجه ما بفهمش فيها. فحطه في حته كانت سيئة جدا ليه في جانب مش بتاعه. طب ما احنا عالجنا ده. طب ما احنا زمان كنا بنلاقي ناس ما توفقتش في علمي واحد محولة أدبي. صح. مش ده حصل؟ وتألقت وجابت مجموع. بالظبط. ما احنا من الأول ما حاولناش. عشان احنا كنا بنعمل ايه بقى؟ بنجسد أحلامنا في شخصية أولادنا، وده مش هيجيب نتيجة. لازم الولد يبقى أحلامه بتاعته، لازم يكون رصيده الخاص بيه هو اللي بيتحكم فيه. صعب جدا انك تلاقي اب يفصل نفسه عن ابنه ولا ام، بس هي بقى بتبقى نفسها فيها جانب التقليد شوي، اللي هو ايه، ابن خالتك دخل الصيدله، ادخل الصيدله، لازم تبقى زيه. اشمعنى هو احسن منك؟ هو بيفهم اكتر منك؟ يا ماما انا ما بحبش الكيمياء، يا ماما انا ما بجيبش فيها، هتخش الصيدله. بص ازاي هو كان عايز تحقق احلامها فيه هو. اهو ده اللي نجح. اهو ده اللي جاي بعد كده، ما نضمنش الخط السير هيبقى طبعا سير. ممكن يطلع صيدلي فاشل او كده؟ صيدلي ملوش اي تاثير في مجاله. طب تعالي بقى انا وانت نتفق، يبقى هو لما دخل علمي اصلا ما كانش عايز، او دخل ادبي ما كانش بيحب الحفظ فما جابش مجموع. يبقى حاجه من الاثنين، يا يعني نغير المسار بالظبط ونعمل خطه جديده، يا لو علمي ينفع يتحول ادبي اهلا وسهلا. ايوه. ادبي عايز يتحول برضه علمي اهلا وسهلا. ما كانش، بص بقى حضرتك ازاي نشوف ايه اللي بيقع فيه ونبتدي معاه ندعمه مره واتنين. يعني بنتمنى ان شاء الله النجاح والتوفيق لكل اولادنا، زي ما بدانا بان دي تجربه ودي مش آخر الدنيا. أيوة. ودي مش عصاية هنفضل نضرب في عيالنا بيها، انت سقطت، انت عملتي، انت فشلت. احنا مفيش كلمة فشل، الباب هيفتح بس لما نخبط عليه كتير. كل باب ممكن يفتح بس نعرف نخبط عليه امتى وازاي، واحنا نفضل وراه. بشكر مع حضراتكم دكتور طارق الياس خبير التنمية البشرية، شكرا جزيلا نورتنا. وفاصل ونرجع بعد شوية في ست الستات بباقي فقراتنا لليوم، خليكم معنا. رجعنا لحضراتكم من جديد، ومفيش بنت ولا ست حلوة أو يعني مش حلوة، بس في بنت عارفة تظهر جمالها وست عارفة تظهر جمالها، وفي تانيين جمالهم مستخبي ورا مشاكل كتير، الشعر، البشرة. علشان كده النهاردة هنعرف ازاي ممكن نهتم كلنا كستات وبنات بجمالنا، وازاي نظهر بشكل يعني ولا أحلى، مع ضيفتنا الجميله اللي دايما عندها حل لكل مشكله، دكتور نجلاء سرحان، دكتوراه تغذيه العلاجيه، دبلومه التغذيه العلاجيه اكاديميه السادات، مدير شركه اورجانيكا لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبيه. برحب بيكي معانا دكتور نجلاء. طبعا مفيش ست زي ما بنقول كده في الاول مش جميله. صح. لكن في بيعرفوا يعني يعملوا فريم كده، يعملوا يهتموا ببشرتهم وبشعرهم، وفي الباقيين لا ويظهروا جمالهم. بالظبط. يعني في ناس بتهتم قوي وبتهتم من بدري. يعني انا بهتم من بشرتي، في ناس بتسيب البشره لحد ما يبدا يظهر فيها الخطوط التعبيريه، يبدا في تجاعيد، يبدا في جفاف، الحاجات دي كلها، وتبدا تقول انا عندي مشكله. طب مشكله ايه؟ بتسيب الخطوط لحد ما بتعمل حفر حرفيا. طب ليه انا سايبه نفسي من بدري؟ ما ابداش روتين عنايه من بدري ليه؟ البشره دي انا عايزه بشرتي زي البيبي، ما ينفعش ان انا اسيبها كده، ما ينفعش مرطبهاش، ما ينفعش ان انا اتعرض للشمس من غير سان بلوك، ما ينفعش ان انا ما اشربش ميه واغذي من جوه، لان الغذاء الجواني كويس جدا وبيظهر على البشره والشعر. كمان النوم بدري، ان انا انام بدري ده كويس جدا عشان بشرتي وعلشان
طبعا فترة الليل دي ربنا جعلها للنوم علشان الجسم يرتاح ويبدأ يشوف الميكانيزم بتاعته ويجدد الخلايا بتاعته والحاجات دي كلها. فالمهم جدا ان انا اهتم بروتين عناية كامل. ما ينفعش ان انا اهتم بحتة واسيب حتة. صح. لازم اهتم كروتين عناية طالما انا عايزة ابان اصغر. ما جيش اقول انا عايزة حلول سريعة. مفيش. طب الحلول السريعة حتى لما اوصلها هتكلفني جامد قوي. بالزبط. ومش هتبقى زي ما انا دائمة بدأت. على فكرة هي مؤقتة. بالزبط. جدا مؤقتة. جدا. وغير كده كمان مكلفة بلس ان انا ما بدأتش من بدري علشان ما اوصلش للحاجة اللي انا حتى ما اعملها هيبان ان انا كان عندي مشكلة. بالظبط. فطبعا انا ببدأ اعتني ببشرتي من اول الغسول. غسول البشرة. لازم اهتم بيه كويس قوي. غسول البشرة يكون فيه مقشرات طبيعية, يكون بيشتغل على التفتيح. هو غسول البشرة بيشتغل على التفتيح لما يكون فيه خلاصات توحد لون البشرة انا اقدر اسيبه على بشرتي فترة مثلا سي من دقيقتين لثلاثة كماسك للبشرة. أوكي. علشان يفتح عندي البشرة ويبدأ يقشر البشرة. تقشير البشرة مش معناه ان انا هلاقي قشور. ده تقشير خفيف قوي في الطبقات الخفيفة وما بيبانش على ما بيبانش فكرة. خالص. بس هو بيشيل عندي الاثار بتاعة العوادم السيارات والأتربة اللي موجودة في الجو والتعرض للشمس والجفاف الشديد والحاجات دي كلها. في فيتامينز عشان يغذي البشرة. مهم جدا يا جماعة ان انا اهتم بالغسول بتاعي واشوف مكوناته ايه, اشوف هو هينفع ايه. ولازم انا بقول دايما اي حاجه من دي طبيعيه مش طبيعيه احط ورا ودني. أيوة. تيست علشان الحساسيه يا جماعه ده مهم قوي ان انا احط تيست الحساسيه واعرف اذا كان في عندي حساسيه ولا لا منه. وابدا استخدمه على بشرتي, ما استناش واستخدمه على بشرتي بعد كده اقول لا ده سبب لي حساسيه جامده. طبعا الغسول ده انا عايزه اقول لك ان احنا غسول ايبافيت. أوكي. غسول ده هايل جدا. انا ببدا ان انا اغسل وشي الصبح وبالليل, بنظف وشي كويس قوي, ما نمشي بميك اب خالص. ده ممنوع خالص. بيقولوا اللي بيناموا بمكياج بيصحوا اعجز في العمر. بالزبط. مش عارفه بكام سنه كتير. وده فعلا حرفيا بلس ان هو طبعا عشان في كيميكالز, المواد دي كلها فيها كيميكالز. فلازم انا اشيلها كلها وانضف بشرتي كويس واسيب بشرتي تتنفس واحط في عليها كمان حاجات تفتح, حاجات تغذي. انا محتاجه افتح واغذي طول الليل. انا نايمه خلاص الصبح ببدا اغسل وشي واحط الميك اب بتاعي مفيش مشكله. بالزبط. بس طول الليل انا بغذي بشرتي. طيب بدانا نعمل الغسول زي ما قلت لك. الغسول ده صبح وبالليل انضف بشرتي بيه كويس, بيقلل المسام كمان. مسام الواسعه البورز. ببدا ان انا بعد كده استخدم النايت كريم اللي هو ايبامنت. بس ايبامنت ده عايزه اقول لك ان هو كريم هايل جدا لان هو فيه مكونات عايزه اقول لك ان بره هتلاقي الكولاجين لوحده وهتلاقي الهايلورونيك لوحده وهتلاقي الفيتامين اي لوحده وفيتامين سي لوحده. انت تقعدي بقى تجيبي كل الحاجات دي واعملي كوكتيل بقى. لا طبعا احنا أو هنا مش كوكتيل, هتحطي مليون حاجه, مليون حاجة, حاجات هتقع منك. لا وممكن تزودي نسب في حاجات بشرتك تحسس منها. صح. فطبعا انا ما ينفعش ان انا اعمل ده, لكن انا اقدر اعمل كده. هياخد, انا مش عايزه احط حته كبيره, بس هياخد ده الكريم اهو ايبامنت. عايزه اقول لك بقى ان الايد الناس بتهتم بالبشره بس وتسيب الرقبه وتسيب الايد. لا انا مهم جدا ادهن على البشره كلها ورقبتي كمان واعمل عكس الجاذبيه من تحت لفوق. من تحت لفوق اعمل مساج من تحت لفوق. انا هنحت بشرتي على فكره. مش محتاجه ان انا اروح اعمل نحت ولا خالص. طول ما انا بدات بدري بشرتي هتفضل كويسه جدا. بالزبط. ببدا ان انا احط الكريم كده. طب ايدي انا محتاجه اعملي مساج لايدك, ايه المشكله؟ هنبدا نعمل كده بالظبط لصوابع ايدي كمان عشان المفروض اقلع الحاجات دي بس مش هقلع الخواتم. بصوا كده وابدا ادلك برضو من تحت لفوق. اوكي. وعقل الصوابع اللي بيظهر فيها الخطوط خطوط. والتجاعيد طبعا. بسرعه لازم نفس الموضوع كده على طول. لا وخصوصا كمان احنا طول الوقت بنغسل ايدينا دلوقتي يعني. التعرض طبعا للغسيل المواعين والصابون اللي هو السائل اللي بيسبب برضو فيه كيميكالز. واحنا بنحاول نطهر ايدينا احنا في زمن وباء يعني. بالظبط. بالظبط. فطبعا الكولاجين الهيالورونيك اسيد ده للوش. دكتور نجل اعملي كده. بصي ده اتشرب في على طول يعني. وكمان البشره اتفردت فيها نضاره. تحس ان هي في مشدوده لان الهيالورونيك اللي فيها بيمتص الميه اللي موجوده. أوكي. فطبقات الجلد فبيخلي الميه تحت الجلد بتدي نضاره. هي الميه عموما بتفضل بيحبس بيبدا زي الاسبونج. عارفه الاسبونج ما بيبقى اللي احنا بنغسل بيه المواعين لو سبتيه شويه وبينشف بيبدا يكرمش. اول ما تحطيه في ميه بيحصل ايه؟ بيتفرد بشكل بينش. حلو. بالظبط نفس الحته دي. الهيالورونيك الفيتامينز اللي فيه الزيوت الطبيعيه زبده الشيا كل ده بيبدا يغذي البشره ويديها نضاره. الوجه والرقبه والايد. طيب اقدر احطه برده تحت عينيا؟ لا تحت العين بقى احنا عندنا ايه
الما برايت. اوكي الما عارفه ان مش كل حاجه تتحط تحت العينين. ده تحت العين هيبقى تقيل شويه لان هو عايز سمكه معين من الجلد. تحت العين حتى لما بنيجي نشتغل بالديرما بان او بنشتغل باي حاجه بتشتغلي على عمق ربع هنا تحت العين. في ديرما بان لتحت العين طبعا للدارك سيركل اللي موجوده اللي هي الخطوط الرفيعه كمان والهالات السوداء. الدارك سيركل الهالات السوداء طبعا بيبقى لها ميزي سربي معين علشان خاطر يبدا ان هو ينشط الدوره الدمويه تحت العين. عايزه اقول لك ان هو هايل جدا برده، وعايزه اقول ان هو بيستخدم برده في اتجاه واحد من جوه لبره. طب انا عايزه احط فوق لان في عندي بيبقى ساعات هالات عامله زي الباندا حتى على الجفون. أيوة بالظبط على الجفون الباندا. وبس يعني انا ممكن اعمل بالديرما بان واروح حاطه الكريم. بصي كريم اهو. كريم صح شكله اخف بكتير. اخف بكتير. وفي خلاصه لبان الذكر وده مهم جدا 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 للتفتيح والتجاعيد اللي موجوده وان هو يشد الخطوط الرفيعه اللي موجوده. في برضه هيلورونيك وفي كولاجين وفي فيتامينز في، بس النسب بتاعته مختلفه تماما عن النسب دي واخف كتير عشان سرعه الامتصاص كمان. بالظبط. طب احنا جاي لنا كذا سؤال. بصي في ثانيه على الكريم التاني كمان. رائع. مفيش مش موجود. رائع. جاي لنا كذا سؤال على المستحضرات والكريمات وحبوب البشره، لان عندنا البشره الدهنيه بتتلكك دكتور نجلاء. ان احنا نحط اي حاجه يحصل اوت بريك، يحصل ترجع تاني الحبوب بعد ما عليك. صح. الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي امنه بالنسبه لحبوب البشره؟ طبعا امنه جدا لحبوب البشره لان انا عندي كمان انا عندي كمان هنا للبشره الدهنيه. انا محتاجه اشتغل على الحبوب ومحتاجه ان انا كمان بعد ما اخلص الحبوب بتاعتي اشتغل على التفتيح بقى. أوكي. يعني هنا في تفتيح مع بعض. بس انا محتاجه بعد كده اوحد لون البشره طبعا. ففي تفتيح هنا بيشتغل معايا ميلا كريم بيشتغل على التفتيح مكان البيجمنتيشن اللي بتحصل نتيجه الشمس. احيانا بتلاقي الناس لابسه الحجاب بتلاقي الفرق ما بين هنا طبعًا. وهنا ده هنا مسمر وهنا ابيض والايد برضو نفس القصه مختلفه عشان السواقه بتاعه العربيه تعرض للشمس ودراع ودراع. بيظهر عندي كمان النمش اللي هو المؤقت. مش النمش اللي هو انا مولوده بيه او وراثه، لا في نمش مؤقت اللي هو ممكن يتزال بالليزر او حاجه. ده انا اقدر اعالجه اول ما يبدا يطلع اللي هو نتيجه فرط في تصبغ الميلانين او صبغه الميلانين. انا اقدر ان انا اتحكم فيه عن طريق ان انا استخدم مواد كلها طبيعيه تكافح عندي صبغه الميلانين. أوكي. وكلها خلاصات طبيعيه. يعني انا بتكلم في خلاصه العرقسوس يا جماعه اقروا عنها الابحاث عملت ايه، بتوحد لون البشره هايل جدا. صح. جدا. فده ميلا كريم للتفتيح عادي. طيب انا بعد ما استخدم ده لو انا عندي دول بالظبط للحبوب. اوكي الغسول وبعده جلونكس وبعد كده ميلا كريم. أوكي. ميلا كريم للتفتيح هنا انا هبدا افتح الحبايه واشيل الحبايه اقشرها وانتي بكتيريا علشان انا محتاجه ان انا اقضي على البكتيريا المسببه اصلا للحبوب دي. صح. بس ده بالنسبه للمنتج. كم مره في اليوم يعني اقدر استعمل ميلا كم مره؟ لو انا بشتغل يبقى بعد الظهر لما اجي وبالليل. اوكي. ما اخرجش بيه في الشمس. طيب نشوف البشره قبل وبعد عشان اللي بيتفرجوا علينا يشوفوا التاثير عامل ازاي. بيفور اند افتر. عايزه اقول لك ان البنوته دي قالت لي انا كانت نفسي على فكره بتدمر النفسيه. طبعا والله بجد. اي حاجه في البشره او في الشعر او في جسم الست عموما بتدمر حرفيا والله نفسيتها. واي حد يا جماعه انا من هنا من برنامجك بقول حد يشوف حد ما يفضلش يقول ايه ده فيك ايه مش عارفه ده على فكره انا جالي حلم امبارح بتعيط. تكلميها تعيط. ليه؟ علشان شعرها في مشكله عندها مسببه لها ازمه ومشاكل اسريه بسبب شعرها. ملوش لازمه احنا نخلي الواحد هو نفسيته سيئه اصلا. صح. فمش مش على فكره ممكن النفسيه السيئه دي تزود المشكله تعمل تعلبه وتعمل. بالظبط. طبعا. طب قبل ما نسيب البشره بصي بقى الحبوب دي برده دي بيفور اند افتر دي خلال بصوا يا جماعه انا دايما بقول من 3 شهور لست شهور. بس دي نتيجه ظهرت في خلال 10 ايام ما شاء الله. فالنتيجه ديت في خلال 10 ايام كويسه جدا. بس ده حسب استقبالها برضو والحبوب اللي عندي. لان في الاكني اشكال وانواع. لا وفي بيحتاج انتي بايوتيك. بالظبط. طبعا بيحتاج علاج داخلي طبعا. لكن ده اللي هو اللي بشرتها دهنيه وبيطلع لها حبوب. بيطلع لها حبوب وفي حبوب اوريدي اكني اكتف اكني. اوكي. فهو ليها برضو كعلاج للاكتف اكني. طيب وعندنا كمان جلسات في المركز ميزو سيرابي للاكتف اكني للحبوب نفسها اللي هي النشطه جدا اللي بيبقى فيها دهون كتير واحيانا بيبقى فيها بعض مش عايزه اقول الاسم بس بعض الصديد اللي بيبقى موجود. بالظبط. بالظبط. ما هو ده من شده التنظيف طبعا. لازم تتنظف كويس قوي الاول كتنظيف عميق للبشره عشان تقدري تشتغلي على نظافه بعد كده. أوكي. البشره.
طيب ده بالنسبه بقى لمجموعه العنايه بالبشره. اوكي التيشوز دي ايه يا دكتور نجلاء؟ بصي المناديل الوايبس دي الوايبس عايزه اقول لك ان هي مناديل احنا عملناها المناديل دي لان لقينا ان كل ست بتحب انها تخرج عايزه حاجه في شنطتها او هي حتى في البيت بتبقى حاجه سهله مش محتاجه لسه تحط مكونات على بعض او كريمات او حاجه، ده هو منديل مجرد انها هتمسح بيه المناطق الحساسه اذا كان تحت الايوتين او المناطق الحساسه. أوكي. بيبدا ان هو يفتح عندي المناطق دي لان هو في مواد برده كلها طبيعيه بتحفز تدي نضاره انتي اوكسيدنت المفروض ان هي مضادات اكسده، المفروض ان هي فيها فيتامينز تحسن كمان ملمس الجلد نفسه بالزبط. عندنا بانسينول خلاصه الزعتر بانسينول يبقى مفيش التهابات خلاصه بقى المسك يعني الريحه نفسها كمان حلوه جدا فبيقضي على اي ريحه كريهه كمان هايل جدا ده بالنسبه لي ومعاه الغسول بتاعه بالظبط دراي برده نفس القصه ده لتفتيح المناطق الحساسه وكل المنتجات دي مدروس البي اتش بتاعها. اوكي طبعا انا عايزه ابارك لكم على الايزو 9001 الف الف مبروك لاورجانيكا والحصول ايه الايزو يعني الايزو ده معناه ايه؟ بصي هي على الجوده بتتاخد المفروض ان هي شهاده زي الاف دي اي كده بالظبط ان انا اقدر كمان اصدر بيها ان انا كجوده منتجات وجوده تصنيع نفسها. أوكي. ان المنتج نفسه موافق للمواصفات القياسيه العالميه ان انا اقدر اقول يا جماعه انا المنتج بتاعي كامل الحمد لله ما فيهوش اي حاجه نفس النسب اللي انا واخداها من وزاره الصحه هي اللي عاملاها مش مزوده حاجه مش محرفه حاجه فبياخد ده على الجوده. جميل. ده نتيجه ان بيحصل لك ناس بتيجي بتاخد من الباتشات عينات تتأكد. عشوائيه بتتاكد بيتحلل وده على فكره يا جماعه بصفه دائمه طبعا مستمره ده على طول مستمره طيب عايزه اروح بقى لان انا متضايقه من يعني المريضه اللي جات لك امبارح دكتور نجلاء وكانت نفسيتها تعبانه بسبب شعرها قولي لي كده شاركيني ايه نوع المشكله يعني ان تساقط شعرها ولا حاجه مرضيه ولا ايه هي عندها ما عندهاش حاجه يعني المفروض ان هي عندها مشاكل اسريه كتير المشاكل دي اثرت على شعرها. اوكي قالت لي كتير كان شعري بينزل كتير بتقولي انا كنت بروح لاي بيوتي سنتر اقص من شعري من كتر تقله يعني هي ما كانتش مستحمله تقل بتروح تخفف بالظبط قالت لي من الكلمه دي قالت لي كنت بروح اخفف الشعر عشان كان تقيل جدا فبتقول لي انا اتفاجئت ان بقى كده يعني مره في مره نزول رهيب فطبعا ده من المشاكل يعني ان هي عندها نفسيتها تعبانه جدا محبطه جايه طبعا بدا يظهر الفراغات بقى يعني فراغات كتير جدا في الشعر من المنطقه دي كلها احنا طبعا من رحمه ربنا على الستات ان الشعر نفسه ما بيصلعش احنا مش بنصلع زي الرجاله يعني شعرها مش بيرجع لورا هو بيخف وبيفضل الاطار اللي موجود بره ده موجود فالشعر تلاقيه موجود برده بس خفيف فطبعا انا علشان تبداي تعملي تكنيك علاج انت لازم تعرفي اولا المشكله فين المشكله هنا هنبدا نشتغل بالنسبه للصلع الوراثي والفراغات الكبيره قوي دي بنبدا نشتغل عليها جلسات بي ار بي اللي هي فيها جروس فاكتور وامينو اسيدز وفيها اكستراكت كتير خلاصات طبيعيه علشان تحسن عندي البصيله الخامله الكسلانه البصيله التالفه الحاجات دي كلها بنبدا ننشط ونعيد بنائها تاني من جديد. اوكي بلس ان انت بتستخدمي مجموعه اورجانيكا السيلفر المجموعه دي عباره عن ايه؟ المجموعه عباره عن ثلاث حاجات مهمين جدا من اول شامبو الشعر ده مهم يا جماعه جدا شامبو الشعر لازم يكون خالي من اي كيميكالز يكون مواد طبيعيه الكيميكالز دي هي اللي هتوقع الشعر طبعا طب بصي الناس بتفرح بره في بعض المنتجات اللي موجوده اول ما اغسل شعري بيبقى حلو بالظبط اول ما بغسله بالظبط اول ما ينشف الشعر تلاقيه بدا يهيش وينشف ليه لانه نزل لي كل الدهون وما ساعدش ولا عمل لي تعويض لاي حاجه الشعر فقدها فطبعا الشامبو الطبي بيعمل العكس خالص هو بينزل لك الدهون وبينظف الشعر وكل حاجه بس بيعوض الدهون اللي هي المفروض اصلا نزلت دي المفروض الدهون دي بتحمي الشعريه نفسها صحيح. فالمفروض الطبيعي ان انا يبقى اللي هو لما بنقول شعرنا زيت بالزيت بالظبط بس ما سيبوش بقى لحد ما يزيت هو الشعر الدهني المفروض طبيعي ان انا اغسله 3 مرات في الاسبوع اوكي الشعر العادي اغسله مرتين علشان هو نفسه ما يفرز الدهون يستفيد منها بالظبط لكن اللي هو بيزيد بسرعه ده اغسله 3 مرات والغسيل المتكرر يا جماعه للشعر بكارثه للشعر كارثه مش كل يوم اقوم واخده شاور او مش كل يوم اقوم احط شعري تحت الميه فانا مفكر على فكره الرجاله بيعملوا كده كتير عشان كده عندهم تساقط رهيب بالظبط يعني عايز اقول لك الرجاله على طول يعني تقريبا بيغسل شعره 5 6 مرات في اليوم ده غلط غلط جدا ان انا اغسل شعري بيحصل تساقط الجل الشعر جل الشعر بيجي لنا رجاله على فكره كتير شعرها برده متدمر من الجل جل الشعر عايزه اقول لك بيدمر الشعر لانه طبعا. بيشد زي بالظبط كانك حاطه فورمالين بيشد الشعر يكسر رابط شعر يعمل تساقط ليه بالظبط
عايزه اسال سؤال يعني المريضه زي اللي حضرتك قلتي عليها دي امبارح تاخد وقت قد ايه على بال ما كورس اورجانيكال سيلفر يأثر؟ احنا بنقول دايما بنحدد الجلسات البي ار بي. طيب لو هو حد عادي والتساقط عنده وفي بعض الفراغات البسيطه اللي تقدر تملى على طول، بالنسبه للاورجانيكا اذا كان في امبات برضو بيعمل عمليه امبات للشعر وبيعيد بالظبط. دي الخلايا الجذعيه، اوكي، دي معموله بالديرما بين اهيت. هو بيعتبر ان هو الحقنه زي حقنه بنسلين كده الانسولين، وبنبدا ننقط بيها الحاجه وبنبدا نعمل بالديرما بان. ده عايزه اقول لك بيفور اند افتر ومجموعه التساقط فوق على شعره. بصي بيفور اند افتر الشعر عامل ازاي؟ ايه ده؟ الشعر بقى هايل. انا عايزه اقول لك الواد ده عايز يطلع معايا والله. ده لا، واحنا بنتكلم دايما على ان الصلع بتاع الرجاله اصعب، يعني الستات ايوه عشان هرمون الذكوره ممكن في امل ان هو يطلع تاني ويتجدد تاني، لكن الرجاله ما بيبقاش فيه عشان هرمون الذكوره عموما. بس بصي بيفور اند افتر عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. طب وقت قد ايه معلش؟ جدا. بصي احنا دايما بنحدد من 4 جلسات ل8 جلسات بالنسبه للجلسات دي، بلس ان انا بقول من 3 شهور يا جماعه عن 6 شهور، واحيانا في ناس بتاخد سنه. اوكي. طيب هو جلساته خد 4 جلسات بلس المجموع. ده اختار ده حياته دي يعني دي سيده. دي ست؟ دي سيده. وكان عندها بس الشعر بقى ما رجعش ورا. ما رجعش ورا، هو من قدام موجود على فكره. قدام شويه موجود. من النص كده بصي الشعر بيفور اند افتر، الشعرايه كمان اغمقت. طبعا. يعني الشعرايه شفتيها في الاول خالص اللون بتاعها عامل ازاي؟ يعني ليها تقلت. تقلت. بالظبط. بقى لها سمك. الشعرايه اتغذت. طب احنا اتكلمنا على الشامبو دكتور نجا. ايه اللي بتستعمليه بقى بعد الشامبو؟ بس اللوشن بقى إيه كمان؟ ده طفل صغير على فكره. ده تقريبا عنده 10 سنين. كان حبيبي متضايق جدا ان شعره حلو، بس هو بدا يظهر له فراغات. شايفاها الفراغ اللي موجود؟ طبعا شايفاها اول صوره على الشمال. بصي الشعر بعد ما شاء الله تحفه، واللون كمان تاني اختلف. بصي مجرد ان اللون تحس ان بقى فيه حيويه والصبغه بتاعته بقت شديده طبيعيه، تعرفي انه اتغذى. اتغذى الشعر، اتغذى. اللوشن الامبات. طب بصي بقى برضو ده عايز اقول لك ما شاء الله دي مراحل بقى، يعني هو اول مرحله خالص وبعد كده اللي في النص وبعد كده الطرف الاخير اللي هو الصوره الاخيره. برضو هتلاحظي ان الشعرايه بقت قويه جدا سميكه، الشعرايه لونها اتغير. ده تغير ده كبير. مع مجموعه اورجانيكا اللي هي الثلاثي ما استخدمش بي ار بي خالص، ده استخدم بس المجموعه، لان واللي قبل كده استخدم المجموعه كان بس. الشعر خفيف قوي بس ما فيهوش اللي هي النقر الفراغات الكبيره قوي دي. ده بالنسبة لي ما شاء الله ده كان تقريبا في وقت هو كاتب على الصورة من شهرين، بس انا دايما بقول يا جماعة من 3 شهور ل6 شهور عشان محدش يجي يقول لك انا بقالي شهرين. لا، هي دورة حياة الشعرية 3 شهور. ربنا خليها، انا مش هقول كون فيكون، يعني مفيش حد بيعمل كده. مش حد بقول له خد دي وخليها تنبت دلوقتي حالا البذرة، ما ينفعش. لازم اتعب شوية زي ما تعبت وبوظتها او عملت حاجات كتيرة بوظتها، اتعب اصلحها شوية. شامبو وبعد كده اللوشن. اشتغلنا على معزز، في حاجه اسمها معززات الشعر اللي هي بتحفز وتنشط عندي وتجدد. أوكي. يعني بعمل تحفيز وتنشيط وتجديد. التحفيز والتنشيط والتجديد بحفز بصيلات الشعر انها تنمو عندي اللي موجوده، وبنشط البصيلات اللي هي الخامله، وبجدد اللي موجوده عندي. أوكي. بجدد فروه الراس. انا بعمل حاطين مضادات اكسده علشان التجديد لفروه الراس نفسها. انا بجدد فروه الراس. لما بتجيبي تفاحيه وتقسميها 2 وتحطي نص في الهواء معرض، هي دي الاكسده. عشان الناس بتسال كتير يعني ايه اكسده؟ اكسده يعني بتفاعل مع الجو فيبدا يسود عندي، او موز بتقشريه وتسيبيه يسود. هي دي الاكسده. اكسده ساعات البشره كمان تلاقي البشره اصفرت، حد كان لونه حلو صاحي من النوم، ودي اسئله بتجيلي كتير. انا بشرتي بتبقى بيضه وفجاه انا بشرتي بلاقيها اكسده اصفرت، دي اسمها اكسده. فمحتاجه ان انا بيبقى في مضادات اكسده. طيب بالنسبه للشعر بقى، فروه الراس انا محتاجه ما يحصلش فيها اكسده، فحاطين مضادات اكسده زي القهوه الخضراء ما يحصلش فيها الشيب. قهوة خضراء، الكافيين علشان مسرع من نمو الشعر، بيزود انتاج الطاقة في البصيلة. أوكي. فبيخلي البصيلة تاخد مية واكسجين وتطلعها للساق، فالساق يبدأ عندي يبقى صحي، ونفس الألوان اللي حضرتك شفتيها على الشاشة دلوقتي اللون الصبغة بيبقى طبيعي طبيعي بتاعنا. طيب حاطين فيه جينسنج عشان برضو انشط الدوره الدمويه في فروه الراس. والجينسنج ده عشب طبيعي، ده مغذي جدا، مغذي جدا. بيتضاف على العسل عشان يتاكل عشان يديكي باور وطاقه. صحيح. طيب بالنسبه للفيتامينز اي واي مهمين جدا لفروه الراس، جدا علشان اغذي فروه الراس. طيب بعد كده بحط زيوت طبيعيه وبحط عشب اسمه السوبالميتو. العشب ده بيكافح هرمون الدي اتش تي
اللي هو هرمون الذكوره اللي هو مسؤول عن الصلع نفسه. فبيقلل الموضوع ده في فروه الراس علشان خاطر البصيله نفسها تقدر تطلع، البصيله اللي حصل فيها فراغات والقطع اللي حصل بسبب الدي اتش تي. طيب ارجع تاني احط بقى ايه؟ حاطين مجموعه من الزيوت الطبيعيه حوالي اكتر من 10 15 زيت موجودين، زيت بذره الكتان لانه غني جدا بالدهون المشبعه الغير مشبعه اللي هي موجود فيه اوميجا 3 واوميجا 6، موجود كمان عندي زيت الجوجوبا، زيت الارجان، زيت الزيتون. وعايزه اقول لك الزيوت دي جايه من بلدها. يعني الزيوت دي هي اهم حاجه، مصادر بالظبط، مصادر ليها شهادات منشا ليها، ما ينفعش ان انا فانت تبقي متاكده ان دي حاجه 100% اصليه، 100% البيور بتاعتها عاليه جدا. الحاجه دي كلها، فطبعا اللوشن ده كله بينشط بقى فروه الشعر ويبدا عندي يحصل عمليه الانبات، بلس بقى مجموعه زيوت طبيعيه، ودي بستخدمها ساعه الغسيل. يعني انا بيبقى عندي غسيل الشعر مرتين لثلاثه في الاسبوع، وبعد كده في نفس التوقيت بعمل حمام الزيت. اللوشن صبح وبالليل ده ليه بقى مش ما بيتغسلش. ده كان كلامنا على السيلفر اورجانيك. الفرد بقى، لان احنا في موسم الفرد يا دكتور صح. كله بيطلع على البحر وحمامات السباحة خرجات، وعايزين شعرهم بس مش يعني كله بس حلو. الخروجات الأمهات عشان ولادهم وسيزون المدارس داخل، ده حقيقي. وبصراحة ربنا الشعور الصعبة اللي بتيجي للواحد، ودي تبقى مؤثرة نفسيا على مش عارفة تتعامل معها ازاي. كل يوم الصبح ده الكابوس. عايزه اقول لك والله في ناس بتقول لي احنا بقينا بنلم الشعر كده من غير ما نعمل اي حاجه، وستات جميله جدا، بس هم حبايبي انا عذراهم، اصل هم وراهم كذا طفل مش طفل واحد، فدراعاتهم بتوجعهم، وخصوصا الشعر بيبقى فعلا صعب، بتقعدي ساعات اربع ساعات تسلكي فيه عندنا في المركز فبيبقى صعب. بصي احنا يعني الحمد لله رب العالمين كشركه اورجانيكا، انا حابه او انا كست عارفه يعني ايه ست محتاجه حاجات، عارفه يعني ايه ست محتاجه تبقى جميله. فاحنا بنقول ان الشعر اشتغلنا عليه كمكتب علمي، احنا عندنا مكتب علمي، مكتب ده مكون من دكاتره ابحاث ناس كيميكالز، فبيشتغلوا كيميائيين بيبداوا يشتغلوا على مشكله الشعر عموما، وبنواكب كمان الابحاث والدراسات العلميه اللي طالعه، لان التركيبه بتطلع من هناك تروح وزاره الصحه فتتسجل، فجيلنا اوكي عليه. فلما سجلنا البروتين بدأنا نقول ان البروتين ده يا جماعه مش عايزين نعمل بروتين بس زي بره، مش عايزين نعمل كيراتين بس، مش عايزين نعمل كولاجين بس، ومفيش حاجه اسمها فيلر وبوتوكس للشعر. دي مصطلحات يعني مصطلحات علشان الناس تهرب من اللي كانت كارثه بتعملها في البروتين انها بتحط فورمالين. فطبعا بدا يبوظ الشعر، طب اهرب من كده بايه علشان خاطر ابدا بقى اعمل حاجه في بوتوكس. ايه بوتوكس؟ ماشي بوتوكس هو بيشل العضله، بندلعه. فين العضله اللي هنشلها؟ مفيش عضله في الشعر يعني اصلا بس عشان تفرد بس مسميات مسميات فقط لا غير. فطبعا احنا بدانا نقول طيب زي ما عملنا في اللوشن حطينا المعززات، احنا عايزين نحط كل الحاجات اللي بتساعد على فرد الشعر بطريقه طبيعيه، ونشيل اي حاجه هتضر الشعر زي الفورمالدهيد مش محتاجينه خالص. احنا كل الحكايه ان البروتين والكيراتين والكولاجين والاحماض الامينيه اللي موجوده والفيتامينز وزبده الشيا، كل الحاجات دي بتفرد الشعر. اوكي. بتنعم الشعر عندي وبتفرده. التاني بيحفظ او اللي فيه فورمالين بيحفظ البروتين مده اطول في الشعرايه. فيخلي الشعرايه مشدوده جدا. بالظبط. والشعرايه تحسي ان هي فيك. الاستيك. فيك بالظبط. لما تعملي تريتمنت ما بيشيلش الكوافير التريتمنت غير لما يلاقي ان الشعرايه خلاص ايه بدات تبقى طريه. بدات تبقى طريه بالظبط. فعايزه اقول لك ان اللي فيه فورمالين بيكسر الروابط جوه. طيب احنا بدانا شلنا الكلام ده كله، قلنا لا احنا نعوض الشعر بقى. تعالي الشعرايه فيها ايه؟ 95% كيراتين، يبقى نحط كيراتين. في بروتينات محتاجينها علشان تفرد الشعرايه، هنحط بروتين. هنحط كولاجين لانه بروتين نوع من انواع البروتين. طبعا الكولاجين. فهنبدا ان احنا نغذي الشعرايه، بس البروتين بيعمل ايه؟ بيزود سمك الشعرايه. بيخلي فيه فوليوم للشعرايه حلو. طيب ببدا ان انا احط ايه كمان؟ ببدا ان انا احط زبده شيا. انا محتاجه الشعرايه جوه يكون فيها رطوبه. فيها محتوى مائي. الشعرايه طريه مش ناشفه، الناشف بيتكسر بالظبط زي الزرع. انا دايما بقولها كده بمثلها بالزرع. الشعرايه جوه لما بتبدا تنزل المحتوى المائي هي بتبقى هشه هشه ضعيفه قابله للكسر. صح. اول ما احط ايدي عليها او اسرحها الاقيها اتكسرت وقعت. طيب انا محتاجه بقى اعمل دعامات، انا دايما بسميها ان احنا حاطين المواد دي كلها علشان اعمل دعامه للشعرايه تمسك الشعرايه ببعضها. الشعرايه كلها تلاقيها عامله الروابط بتاعتها كده، وفجاه احنا بنفرد، بس واحنا بنفرد بنحاول نحط الشعرايه ما بين دعامات زي اللي احنا شايفينه قدامنا. بصي الشعر هنا
شعرها صعب قوي على فكره، هنا شعر افريكان افريكان يعني، بس بقى حاجه تانية خالص. بالظبط الشعرايه دي بنوته برضو، دي بنوته عندها تقريبا 8 سنين، مامتها برضو كانت بتعاني جدا من حكايه الشعر. هنا برضو نفس القصه، الشعر ملون، خدتي بال حضرتك ان الشعرايه نفس اللون؟ طبعا نفس اللون، ما اتغيرش كتير جدا خالص، غير هي مشكله التريتمنت كمان ان هو بيغير اللون، لكن ده ما بيغيرش. بس البنوته دي بنوته برضو تقريبا 12 سنه، زمانها في منتهى السعاده اللي خلقها ربنا. انا شعري عامل زي الـ 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 الناس اللي بيعملوا اعلانات في التلفزيون. لاحظي بقى الشعر كان قصير لانه مجعد، الشعر بيطول عندي والطروف كلها بتملى لان انت عندك مواد مالئه فايبر، فايبر للشعرايه، انا بعمل زي فايبر للشعرايه، مواد مالئه للشعرايه، فطبعا زبده الشيا، الزيوت الطبيعيه، الحاجات دي كلها بتبدا تفرد الشعرايه وتفردها بصح، الشعرايه بتبقى ناعمه. انا بيجي لي ناس لما بتعمل شعرها كده ويبدا ينزل تقولي انا ما بعملش الحركه دي بره لان الشعرايه كانها ناعمه طبيعي. يعني الشعرايه انت اتخلقتي بيها ناعمه طبيعي. بس في سؤال بيجي لي كتير بيقول لي هو انا هفضل كده على طول مدى الحياه؟ لا، انت بيطلع لك روتس جديده. دي اللي اقدر اجي اعملها. والافتر كير بقى، الهديه اللي احنا حاطينها مع البروتين، ايوه الافتر كير حافظي عليه ازاي، دي هي دي مربط الفرس. بالظبط. وحسن بقى اللي طالع، يعني مش بس ده، احسن كمان الجزء اللي طالع عندي، بتاع اللي طالع ملمسه عامل ازاي، صحته عامله ازاي. بالظبط. فطبعا لما ابدا احسن الملمس بتاع الشعرايه نفسها هيساعدني في المره اللي بعدها يبقى انعم واحسن. هو اطرى كتير طبعا، ناعم جدا، بس هفضل طول الوقت انا محافظه عليه، ممكن ما اجيش اعمل روتس دلوقتي لان هلاقي شعري ماشي مع بعضه، تحسي ان في لمعه برضه. ليه؟ لان انا بديكي حاجه تعملي بيها ترميم على البارد، الهير ماسك، وبديكي حاجه تانية سيرم يحفظ لك الترطيب اللي انت بتعمليه في الشعرايه. وبعدين السيرم عشان ناس كتير كانت بتخاف من السيليكون، السيليكون بيتعمل بيه عمليات دلوقتي بتتحط في جسم البني ادم. لا، السيليكون سيليكون طبي، في انواع سيليكون مضرة للشعر، وفي حسب النسب كمان، يعني مش بس كده، في نوع، مش نوع واحد، اثنين ثلاثة أربعة، في المستورد، في الكويس، في اللي بيبوظ الشعراية، بيبقى نسبة معينة بيتحط معاه البالانس بتاعه زيوت طبيعية، فبتدي الشعراية تحسي إن الشعراية مش ملزقة. بالبلدي دي أهم حاجة، مش ملزقة الشعراية، لكن برضو فيها فوليوم، فيها فوليوم. إحنا زي ما بنقول في كل فقرة دكتور نجلة، الريفيوهات بالنسبة لي بتبقى أهم حاجة في الدنيا، أشوف بالدليل القاطع. ودي عميلة بعت الصورة قبل وبعد استخدام مجموعة العناية اللي إحنا لسه بنتكلم عنها، اللي هي مجموعة التساقط أورجانيكا، اللي هي الكورس، أنا بسميه الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر. أيوه، لأن هو فعلا ده السيلفر، صح؟ عايزة أقول ده السيلفر، عشان بس نسهل على الناس. دي هو معايا الناس اللي عندها سوء تغذية، موجود معايا مكمل غذائي اسمه رو باودر. اوكي، الناس ما تقلقش لما تسمع كلمة جنين قمح مدعم بالفيتامينز كله. جنين القمح يا جماعة هايل جدا، ففي ناس أول ما تسأل تقول لك بيتخن، لا مش بيتخن، لا ما بيتخنش. جنين القمح يا جماعة اعرفوا رسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال عليه إيه وفوائده عاملة إزاي للبشرة والشعر. الرو باودر هو كله فيتامينز ومينرالز مهمه جدا للشعر، في بايوتين للشعر كويس جدا، في فوليك اسيد، في حاجات كتيره جدا. عايز اقول لك ان انا بستخدمه للناس اللي هي عندها سوء تغذيه. طب ما بيتخنش، لان انا عندي جنين القمح فيه فايبر اصلا. طبعا ده فايبر طبعا. أيوة، جنين القمح ده مغذي جدا جدا جدا, جداً, جداً. طيب فاكره الاوفر بتاع المره اللي فاتت؟ انا عايزاه يستمر بليز. حاضر. لان الصيف لسه مكمل معانا. أيوة. وفي ناس كتير بجد بقت تسالني على التريتمنت وعلى بتاع تساقط الشعر والبشره كمان. انا عملت لك حاجه حلوه، عايزه بقى 50% خصم مكملين فيه، مش هنفاصل، احنا عايزين 50%. لا، هقول لك حاجات جديده كمان عشان خاطر بصراحه البرنامج انا حبيته جدا. حبيبتي ده والله بجد. مجموعه البشره كلها هتاخد فور فري. اوكي. تنظيف بشره في المركز. يا سلام. فور فري بجهاز الهيدروفيشال اتش تو، جلسه تنظيف للبشره. أوكي. علشان لما تستخدم المجموعه تلاقي بشرتها حلوه وجميله ومفيش اي مشكله خالص. او جلسه نضاره. أوكي. يعني هتاخد دي، او لو البشره ما فيهاش مشكله ومش محتاجه تنظيف الدكاتره اللي هيقرروا لها. بالظبط. طيب عندي كمان 50% خصم على كله وعلى كل خدمات المركز. دكتور ببعت لك بوسه على الخدمات اللي 50% ديسكاونت لكل مشاهدي ست الستات. بشكر مع حضراتكم ضيفتنا دايما دكتور نجله سرحان، دكتوراه التغذيه العلاجيه، دبلومه التغذيه العلاجيه اكاديميه السادات، مدير شركه اورجانيكا لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبيه. شكرا جزيلا على كل اللي بتقدميه لنا وعلى الديسكاونت لمشاهدينا. واكيد بشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده في ست الستات. يا رب تكونوا استمتعتوا واخدتوا معلومات عن كل حاجة. اشوفكم الحلقة الجاية يا رب على كل خير. باي.